نشرة الأخبار مع هبة باسل. جولة إخبارية جديدة مشاهدينا نقدمها لكم من العراقية الإخبارية، بدايتها العناوين. البرلمان يستأنف جلسته اليوم بشأن الموازنة والمالية النيابية، تنهي مناقشة 40 مادة في مشروع قانونها. مستشار الكاظمي يؤكد استمرار العمل بحسب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، والمجتمع الدولي مستعد لمراقبتها. استنفار أمني في واشنطن قبل تنصيب بايدن رئيسا، والبنتاغون ينشر 25 ألف جندي لتأمين العاصمة. الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات ضد إيران، وحرسها الثوري يكشف عن تشكيل قوة عسكرية جديدة. إلى التفاصيل، حيث يستكمل مجلس النواب اليوم السبت جلسته لمناقشة موازنة العام الحالي، وكان البرلمان قد أبقى جلسته الأربعاء الماضي مفتوحة لاستمرار مناقشة مشروع القانون، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها لبلورة رؤية مشتركة في التعديلات التي ستجرى على بنود الموازنة فيما يخص تخفيض النفقات وإجراء المناقلات. عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد إنهاء مناقشة 40 مادة من أصل 57 في مشروع موازنة العام الحالي. كوجر أشار إلى وجود 17 مادة ستتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، لافتا إلى تشكيل 5 لجان فرعية تعمل مع جميع الوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها. عضو اللجنة المالية النيابية مجد التميمي اقترحت الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل وتطبيقه بدلا عن استقطاع رواتب الموظفين. التميمي أكدت أن اللجنة والبرلمان بصورة عامة يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين، مشيرة إلى أن الاستقطاعات في الموازنة جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل. مع انتظار انتهاء البرلمان من القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، تحدث خبراء الاقتصاد عن معالجات لسد العجز المالي ضمن القانون بإمكان السلطتين التشريعية والتنفيذية الاعتماد عليها، ومنها ارتفاع سعر برميل النفط. اللجنة المالية النيابية تؤكد سعيها لاتخاذ سلسلة إجراءات لتقليل العجز في موازنة 2021 قبل التصويت عليها، من خلال تعظيم الموارد المالية وتقليل النفقات غير الضرورية. واقتصاديون يؤكدون أن ارتفاع سعر برميل النفط ورفع سعر صرف الدولار سيسهمان في تقليل نسبة العجز. بالتأكيد ارتفاع النفط يعني راح يوفر، خصوصا بعد الخطوة اللي قدمت بها الحكومة بتغيير سعر الصرف. كان البرميل كان ال 100 دولار يساوي 11 برميل نفط، اما الان يتغير، وتغيير سعر الصرف ايضا يعني خلى 25% فائده للدوله. بالتالي تغيير سعر الصرف وارتفاع النفط راح يوفر سيوله نقديه للدوله بشكل كبير. مثل ما احنا طلعنا وقرينا 12 تريليون دينار توفرت من خلال تغيير سعر الصرف. اعتماد سياسة مالية ناجحة في إدارة الدولة واتخاذ قرارات اقتصادية قد تكون مؤلمة وصعبة على بعض القطاعات من خلال تفعيل الجباية بشكل صحيح، عاملان من خلالهما ستتجاوز الحكومة التضخم الكبير في
في الموازنة بحسب متخصصين. نحن مع الحكومة العراقية في دعمها لتعزيز موارد الدولة. ارتفاع مثلا الضرائب أو تعرفة الجمركية للبضائع المستوردة نحن معه بشرطها وشروطها. يجب أن يكون هنالك قانون يفعل ألا وهو قانون حماية المستهلك وكذلك حماية المنتج. وتؤكد الحكومة أنها تعمل على تعظيم الواردات غير النفطية من خلال تطوير قطاعي الصناعة والزراعة وضبط إيقاع المنافذ الحدودية فضلا عن دعمها القطاع الخاص وتغيير استراتيجية الاعتماد على النفط فقط. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا بكم من جديد. وللوقوف على آخر مستجدات جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ينضم معنا مراسلنا من هناك أحمد عرام. أحمد مساء الخير، إذا ما الجديد لديك حول جلسة مجلس النواب لهذا اليوم؟ نعم هبة، بالفعل من المفترض اليوم أن تستكمل جلسة يوم الأربعاء الماضي، وجلسة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة ملاحظات الكتل النيابية والنواب حول الموازنة. ما تزال اللجنة المالية تواصل اجتماعاتها المكثفة من أجل إجراء استكمال التعديلات على مسودة قانون الموازنة. لم تتضح الصورة لدى الإعلام حتى الآن عن أي النقاط التي تمت إجراء التعديلات فيها، لكن ما معلن من قبل أعضاء اللجنة المالية أنها ستقوم بتخفيض سقف الإنفاق العام للموازنة، بالإضافة إلى إضافة بعض الأبواب والدرجات الوظيفية ومنع الاستقطاعات من رواتب الموظفين. للإطلاع أكثر حول ما توصلت إليه اللجنة المالية ومواقف الكتل، معي النائب ديار برواري عن التحالف الكردستاني. نسأل، هل اتضحت الصورة لديكم عن حتى الآن عن الإجراءات التي قامت بها اللجنة المالية، التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية حتى الآن؟ بالحقيقة اللجنة المالية يعني إذا تبذل جهد جبار في هذا الصدد، ويعني يوميا عندها اجتماعات في موضوع الموارد، ومجلس النواب خصص 4 جلسات تقريبا لاستلام ملاحظات ومقترحات السادة النواب. اليوم يعني نتصور تكون آخر جلسة باستلام الملاحظات بالنسبة للنواب، لكن اللجنة المالية بنفسها راح تبقى مستمرة خلال هذا الأسبوع. ممكن يصير عندنا الصياغات النهائية للقانون، والأسبوع القادم ممكن التصويت عليه. بتصورنا هناك إجماع أنه الإنفاق كبير في هذه الموازنة ويجب التقليل من الإنفاق، وهذا موضوع دستوري يعني من صلاحيات مجلس النواب، لكن بالتأكيد يجب التنسيق مع الحكومة، لأن لا نريد الإنفاق يأثر على البرامج اللي مخلتها، سواء كانت برامج خدمية أو برامج تخدم التنمية في البلد. ماذا عن الاستقطاعات الوظيفية؟ هل هناك إجماع من قبل الموظفين على إيقاف هذه الاستقطاعات واقتصارها على الدرجات العليا والخاصة؟ يعني للأسف الشديد اللي لاحظ الموازنة الاستقطاعات الوظيفية اللي بلغت أكثر من 5 تريليون، يعني حاولوا ويدخلوها في الموازنة على أساس أنه هي إنجاز للموازنة. موضوع الاستقطاعات هذه طبعا معظم النواب رافضينها، لأن ما ممكن أنت شخص موظف وراتبه قليل وانت سعر الدولار ايضا رفعته، وبالتالي فهو يعني من الراتب اللي عنده تقريبا 20% نزلت قيمته في السوق، ويعني الان هناك كلام على الاستقطاعات. فبالحقيقه هذا كلام غير قانوني، ومجلس النواب بشكل عام غير عن هذا الشيء، ونتمنى انه الحكومه تعي هذا الموضوع بشكل عام. جرى الحديث خلال الجلسات عن العديد من الأبواب والعديد من النفقات، هل لاحظتم من هناك ملاحظات حول الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، ما أدرج حول ميزانية الإقليم؟ هناك ملاحظات للكتل؟ لا، الاتفاق اللي صار بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية هو ما نص عليه في المادة 10 و11 من القانون، وهناك عدد محدد يعني مكتوب في عدد في الإقليم، وأيضا هناك التزام من قبل الإقليم في موضوع الـ 250 ألف برميل التسويق عن طريق سومو، والواردات الأخرى الداخلية اللي احنا نسميها السيادية أيضا تسلم إلى الحكومة الاتحادية. يعني بشكل عام هذا الاتفاق هو للطرفين، يعني الحكومتين متفقين عليه. أكو بعض الجهات السياسية تعارض هذا الاتفاق بشكل عام، وخاصة أن هناك حاليا يعني هذه مرحلة استعداد الانتخابات، وهناك
نحاول نحن يعني في مجلس النواب بقدر الإمكان نوفر أرضية بحيث يكون هناك اتفاق بين الحكومتين والحكومتين يستطيعون ينفذوا. يعني ممكن أنت في سنة تدخل شروط تدخل مواصفات على اتفاقية الحكومتين ما رأوا عنها وما يقدرون ينفذوها. نتمنى أنه يكون هناك بشكل ما اتفاق. لكن موضوع العدالة بشكل عام يعني من نتحدث عنه في توزيع ثروات البلد، يعني لاحظنا هناك طبعا أكيد محافظات دورة في الموازنة ومحافظات تم دفع موازنات كبيرة لها. فيعني هذا واجب مجلس النواب وواجب ممثلي المحافظات أن يدافعون عن محافظتهم من أجل أن لا يحدث ضرر بهم. يعني واحدة من هذه المحافظة مثلا البصرة، ما معقول البصرة يتأخر عندها مثلا البترودولار أو 5% من وارداتها أو 50% من المنافذ الحدودية يتأخر عنه، وهذا يؤثر على عملية التنمية في تلك المحافظة. وهذا الرسم طبعا يعني يشمل كل المحافظات الأخرى. وهذا اعتراف من قبل نواب الكرد بمظلومية البصرة. يوم 2 بالشهر القادم من المفترض أن ينتهي المهلة تمديد الفصل التشريعي، تتوقع أن يكون قادر المجلس النواب على التصويت قبل هذه المدة؟ يعني بتصور الدفع اللي موجود حاليا والفكر انه يتم تمرير قانون الموازنة والملاحظات اللي ممكن تأثر على تخفيض التكاليف، خاصة عندنا مشاريع كثيرة يعني لها عقودة، طبعا هاي تكلف الموازنة بشكل كثير. ملاحظة عمل أداء النواب ممكن تخفضها، لكن موضوع الرواتب يجب أن حمايته. ما هو موقف التحالف الكردستاني عن الانتخابات وتأجيل موعد الانتخابات؟ هل أنتم مع تأجيل هذا الموعد في ظل ما أشيع من رغبة المفوضة وعدم إمكانية المفوضية بإجراها بسبب فنيا من ناحية الفنية هي قادرة على؟ هو بشكل عام احنا مع الجو السياسي اللي الكل ده يتحاول تحضر الانتخابات القادمة، مع علمنا انه قرار اللي اصدرته الحكومة كان مستعجل ولم يكن بالتشاور الحقيقي مع الممثلية، اقصد الانتخابات. فبالتالي الان هو الاشكاليات الفنية اللي تواجه المفوضية اللي هي موضوع الاموال، موضوع التدريب، موضوع البطاقة البايومترية. الاستعجال في الانتخابات بدون وجود بطاقة بايومترية لكل العراقيين يفتح الباب امام التزوير واستخدامها بشكل اسوأ. بس بشكل عام يعني نظرة انه اذا كانت هناك انتخابات فالاحزاب الكرسانية يعني مستعدة لهذا الحدث. شكرا سيادة النائب. شكرا. إذن هبة، ما تزال هناك العديد من الملاحظات، هناك العديد من الكتل سواء الكتل الممثلة للمحافظات المحررة قريبا، محافظات الغربية والشمالية لإعادة إعمارها لإعادة النازحين، بالإضافة إلى ملاحظات كثيرة من المحافظات الجنوبية. وكما ذكر السيد النائب أن هناك مظلومية لمحافظة البصرة التي هي أكبر مصدر للنفط في العراق وتعتمد الموازنة على نفط البصرة، الموازنة ملاحظات كثيرة عليها. ننتظر اللجنة المالية وما ستسفر عنه اللجنة المالية من تعديلات على هذه الموازنة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أحمد عرام، كنت معنا من داخل مجلس النواب، والشكر موصول أيضا إلى النائب عن التحالف الكردستاني السيد ديار برواري، شكرا جزيلا لكما. مئتان وخمسون ألف درجة وظيفية من الحذف والاستبدال هي ما تضمنته موازنة العام الحالي، في وقت شدد فيه مراقبون على ضرورة دعم القطاع الخاص والاستثمار بعيدا عن القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل أكثر للعاطلين. موازنة الحذف والاستحداث التي ستطلق ضمن موازنة عام 2021 والبالغة 250 ألف درجة، ما تم توفيره من فرص عمل داخل الموازنة والتي لا تأتي منسجمة مع المطالبين بتلك الفرص. ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة وأصبحت مشكلة تتفاقم من سنة إلى أخرى. أكيد اليوم موضوع الاستثمار في العراق موضوع مهم، يحتاج إلى بيئة مستقرة حتى نقدر أنه نعطي رسالة إلى المستثمرين من داخل العراق وخارج العراق أنه يجوا بأموالهم الكبيرة والرصينة ليستثمروها في بغداد وبالتالي الصف في مصلحة المواطن. اليوم العراق يحتاج إلى مشاريع كبيرة وعملاقة حتى نستوعب اليد العاملة، وهذا الموضوع مهم بالنسبة لي الحكومة، لأن مثل ما تعرفون اليوم أسعار النفط قلت كثيرا ونحتاج إلى توفير فرص أكثر من المواطنين حتى نقدر أنه نساهم في
رفض والسعي إلى العيش الرقيد للمواطن العراقي. ومع إيقاف التعيينات في موازنة الدولة بات من الضروري البحث عن البديل لتوفير فرص العمل واستيعاب المطالبين فيها، خصوصا من الخريجين بمختلف المجالات والتي تأتي من خلال الاستثمار والنهوض بالواقع الاقتصادي بعيدا عن القطاعات الحكومية. مثل هكذا خطوة أنا أطالب يعني أن يكون هناك يعني إعادة لتصنيع الصناعة الوطنية العراقية بكل أنواعها. على فكرة هناك مصانع كبيرة عندنا من يعني من أصغر صناعة بسيطة إلى أكبر الصناعات، حتى كانت عندنا لدينا مصانع مال سيارات يعني بشراكة مع دول أوروبية ودول شرق آسيوية. إذا مثل هكذا حراك، مثل هكذا خطوة، أنا أعتبر بالحقيقة هذه الخطوة هي رد فعل إيجابي كبير للشارع العراقي. فيما تضمنت موازنة عام 2021 مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات. هبة السوداني العراقية الإخبارية، بغداد. أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي العمل بحسب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وقال الهنداوي أن تحديد موعدها من صلاحية الحكومة ورئاسة الجمهورية، مؤكدا أن المفوضية وضعت جدولا زمنيا للعملية الانتخابية ومراجعة موعد تسجيل الكيانات والتحالفات لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل المرشحين. وأشار الهنداوي إلى استعداد المجتمع الدولي لدعم الانتخابات في مجال المراقبة. ومع قرب موعد السادس من حزيران تزداد الدعوات لتحديث سجلات الناخبين بعد اعتماد النظام البيومتري في الانتخابات المقبلة. مراقبون تحدثوا عن المميزات التي تتمتع بها هذه البطاقات والتي ستحد من حالات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. التحديث البيومتري بدا حاجة ملحة بحسب مراقبين للعملية الانتخابية، خصوصا بعد ارتفاع نسب التحديث التي أعلنتها المفوضية بمباشرة الفرق الجوالة والإقبال على التسجيل في تقدم مستمر. أصبحت البطاقة البيومترية ضرورة ملحة لكي تضمن نتائج الانتخابات من الناحية القانونية، هي حتى أغلب الدول العالم فتعتبر البطاقة البيومترية ضرورة حتى لا تحتاج إلى مراقب يدقق، لأنه بالحاسبة تطلع النتائج ولا يمكن أحد يتلاعب بالبطاقة أو تغييرها. التأكيدات تأتي على البطاقة البيومترية كونها تعطي بيانات متكاملة ولا تقبل التزوير باحتوائها على باركود خاص وقارئ ضوئي يعطي بصمة اليد ويحمي من التلاعب أو الاحتيال في نتائج العملية الانتخابية. تحديث البطاقة البيومترية أكيد مهمة بالنسبة للناخب العراقي، ربما تقضي على عمليات التزوير بشكل تام، هي أيضا تحفظ بيانات الناخب، تحافظ على الأصوات، تسرع من عمليات العد والفرز، وبالنتيجة هي عملية متطورة حتى كل السلبيات التي رافقت العمليات السابقة أكيد ستنتهي بهذه العملية. هذه الوثيقة ينبغي الحصول عليها بأسرع فترة ممكنة، لا زال الوقت متاح والمفوضية أنطت مساحة، وأدعو جميع كل العراقيين لتحديث بياناتهم، ولا سيما هذه بعيدة المدى، أي أنها بسنين طويلة لا تسقط وتبقى فعالة. وتسهم عملية التصويت البيومتري بسرعة إنجاز العد والفرز فضلا عن دقة النتائج، ما يتطلب بالنتيجة ضرورة تحديث البيانات إذا اعتمدت البطاقة البيومترية كوثيقة رسمية، وبات التأكيد عليها في العديد من وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. إلى جانب كل هذه الاستعدادات للانتخابات المبكرة، إلا أن هناك كتلا تدفع باتجاه التأجيل أشهرا لأسباب سياسية كما يتحدث مراقبون، ويأتي ذلك مع اقتراب إغلاق أبواب تسجيل التحالفات. تحدثت المفوضية عن تسجيل كيانين فقط. رغم بقاء ساعات معدودة على غلق باب التسجيل أمام التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن إقبال الأحزاب على التسجيل ضعيف جدا، فبحسب المفوضية فإن كيانين فقط سجلا رسميا حتى الآن، ولم تتبقى أمام الأحزاب سوى الساعات التي تسبق انتهاء الدوام الرسمي
ليوم السبت 16 من كانون الثاني. لدينا ما يقارب 25 تحالف سياسي مصادق عليه في انتخابات 2018، لم يراجع أحد منهم لإبداء الرغبة لملء الاستمارة وإبداء الرغبة في المشاركة في الانتخابات. 230 حزب المفروض مراجعة دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية لإبداء الرغبة في الانتخابات المقبلة. تم تقديم طلبين اثنين فقط وهي قيد الإنجاز. هذا الإقبال الضعيف يتزامن مع الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات لعدة أشهر برغبة لدى أكثر من كتلة سياسية، وبينما تؤكد المفوضية قدرتها على إجراء الانتخابات في حزيران، يرى مراقبون أن الانتخابات ستتأجل لأسباب عديدة. قد تستطيع المفوضية أن تقوم بالانتخابات في شهر حزيران، لكن هل تكون هذه الانتخابات كاملة؟ هناك نوع من الحراك السياسي لتأجيل هذه الانتخابات. أعتقد أن ليس كل شيء هو في حالة استعداد أو توافق كامل لإجراء هذه الانتخابات في موعد قريب. أعتقد المرجح الأكثر هو تأجيل الانتخابات. وسط هذا الجدل يؤكد قانونيون أن تحديد موعد الانتخابات شأن حكومي، لكن بعد حل مجلس النواب لنفسه تتحول صلاحيات تحديد الموعد إلى رئيس الجمهورية بحسب المادة 64 من الدستور. بعد 64 شو تقول؟ بعد حل مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية تحديد موعد انتخابات خلال شهرين من الحل. المواعيد الأولية كلها مواعيد تقريبية، الموعد الأساس بعد الحل. الحل قد يتفق مع موعد 6/6 وقد يتغير بسبب الظروف الفنية. وبرغم إبداء مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات في حزيران المقبل، يرى مراقبون للشأن السياسي أن موعد الانتخابات سيتأجل بفعل اتفاق سياسي ما بين الكتل. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. مفوضية الانتخابات في نينوى نشرت فرقها الجوال في قضاء سنجار لتحديث بيانات الناخبين لأهالي القضاء استعدادا للانتخابات المقبلة. في إطار تقديم الخدمات الانتخابية للمواطنين في القرى والأرياف، انطلقت في محافظة نينوى عدد من الفرق الجوالة باتجاه القرى التابعة لقضاء سنجار، وذلك لتحديث البيانات الانتخابية لأبناء تلك القرى التي تبعد عنهم المراكز الانتخابية، لتكون هذه الإجراءات خطوة في تسهيل الأمر أمامهم. نحن حاليا في قرية القرات قضاء سنجار، جئنا هنا لتحديد بيانات المواطنين وعلى خاصة على بيوتهم، لأن الطريق بعيد والمواطنين ما عندهم إمكانيات حتى يتحولون من مكان إلى آخر. صار اتصال هاتفي قبل يوم، خبرون قال راح نجيكم تفعيل البطاقة الانتخابية، وبلغت المنطقة وحاضرين، وإحنا وهسه اليوم جو الفوضية مع انتخابات. حضور متميز للمواطنين وتفاعل كبير مع إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توجههم لتحديث سجلاتهم الانتخابية واستصحاب المواليد المشمولة الجديدة لأجل تفعيل بياناتهم وإصدار البطاقة البيومترية لهم. نحن أهالي قرية القولات كافة نشكر مفوضية الانتخابات العراقية لقدومها إلى قريتنا من أجل تحديث البيانات، وقامت بإنجاز عملها بشكل تام وبشكل سلس جدا بدون أي مشاكل وتسهيل إجراءات المواطنين. إحنا نشكر مفوضية الانتخابات، أجوا للقرية يحدثون البطاقة وممنونين منهم، ما قصروا معانا، شغلهم زين. ترتفع وتيرة العمل في مفوضية الانتخابات مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد. قمنا هذا اليوم بتحديث البطاقات البيومترية، وقام مركز تسجيل تل عفر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشكورا بتحديث أكثر من 100 عائلة وتوزيع البطاقات البيومترية. جهود كبيرة تبذلها مفوضية انتخابات نينوى من خلال فرقها المنتشرة لتحديث بيانات الناخبين الانتخابية والوصول إلى القرى والأرياف. من قرية القولات بقضاء سنجار، نور فاضل، العراقية الإخبارية.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إنغيورغ سولورين من إسلندا نائبا جديدا لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. غوتيريش أعرب عن امتنانه لوولبول على جهودها الكبيرة التي بذلتها منذ عام 2017 لدور الأمم المتحدة في العراق والتي ستنتهي مهمتها نهاية شباط المقبل. نفت وزارة الصحة تسجيل أي إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا في النجف الأشرف. المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أوضح أن لا أساس من الصحة للإشاعات المنتشرة بشأن تسجيل إصابة بسلالة جديدة للوباء في المحافظة، مشيرا إلى أن بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام تناقلت أنباء غير دقيقة عن تعطيل الدوام الرسمي في النجف الأشرف، فيما شدد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والمخولة وهي وزارة الصحة حصرا. لم تدخر المؤسسات الصحية وجيشها الأبيض للآن جهدا في مواجهة كوفيد 19 المستجد، وطالما أكدت أن العامل النفسي يلعب دورا في العلاج، لذلك دعت إلى توخي الحذر في إطلاق إشاعات دخول السلالة الجديدة للبلاد. ندعو كل وسائل الإعلام، كل وسائل التواصل الاجتماعي أن تتخذ الحذر بإطلاق هكذا تصريحات، لأنها تؤدي إلى رعب المجتمع وتؤدي إلى خلق حقيقة مشاكل حقيقية بين الناس. اليوم احنا الحمد لله والشكر الحياة الطبيعية في العراق عادت، بالرغم من أننا دائما نحذر وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، ولكن مثل هكذا معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة بالمجتمع. تعلمون اليوم أي معلومة غير دقيقة تبث إلى العامة ستثير الرعب وستثير المخاوف وبغير محلة. السلالة أي سلالة جديدة لا سمح الله في العراق الآن لها علامات، وأحد علامات السلالة الجديدة الخطرة هو ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، هذا لم يحدث بالعراق. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشاعت دخول السلالة الجديدة، الأمر الذي نفته دوائر صحية متعددة. احنا عندنا أعضاء بالفريق الإعلامي في كل المحافظات إن شاء الله، وسيتم إجراء اجتماع عن قريب لهم لتوحيد الخطاب الإعلامي الصحي. ولحد الآن لم تظهر لدينا حالات مسجلة بالرصد من السلالة الجديدة. ندوات ومؤتمرات تعقدها وزارة الصحة للتوعية على أهمية الوعي الصحي سواء لجائحة كورونا أو الأمراض الوبائية. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المبنى الجديد لدائرة الطب العدلي، ويأتي الافتتاح ضمن خطة الحكومة الخاصة باستكمال المشاريع الحيوية المتوقفة لتطوير عمل فروع وزارة الصحة، إذ تضمنت البناية الجديدة أقساما متعددة لفحص الأدلة وحالات الجرائم سواء الإرهابية أو الجنائية. بعد توقف مراحل إنشائها لسنوات، افتتاح دائرة الطب العدلي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد حملة الحكومة لإكمال المشاريع الحيوية المتوقفة وتخصيص الأموال اللازمة. وزير الصحة عدل مشروع إضافة مهمة لعمل الوزارة، خاصة مع إنشاء مختبرات تخصصية حديثة. وزارة الصحة حقيقة أعادت أكثر من 24 مشروع كانت متلكة، واحد من هذه المشاريع المهمة وهذه البناية. هالبناية اللي مساحتها 8500 متر مربع تضم أقسام، حقيقة هي تعد الأقسام الوحيدة بالعراق، عائدية النسب، أقسام المقابر الجماعية، البصمة الوراثية، بالإضافة إلى مختبرات المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة للبناية القديمة. هذه البناية طبعا مثل ما تعرفون بدأ العمل بها عام 2012 وتوقفت بال 2014، كانت هناك جهود حثيثة. كل ملاكاتنا العاملة في هذه البناية ملاكات عالية التخصص ومتدربة في هذا المجال. فيما استحدثت أقسام جديدة تواكب الأحداث التي عقبت العام 2003،
في مسائل التحليل والكشف عن الجرائم المختلفة سواء الجنائية أو الإرهابية وما يرتبط بها من فحص الأدلة والمبرزات الجرمية التي ستسرع من حسم تلك القضايا. بناية أو شيء عبارة عن 5 طوابق، مساحة الكلية 7845 متر، هي تمثل الجانب المختبرات أكثر، فصار تدري تأكيد مؤخرا على مختبرات معينة توسع الشغل مالتها وتطور وتواكب إنجازاتها المختبرات العالمية. قدموا هذه الدائرة التي أنشئت عام 1918 تحتاج إلى تحديثات في جميع أقسامها، خاصة وأنها مكمل لعمل الجهات الأمنية خاصة فيما يتعلق بالمبرزات الجرمية. من داخل دائرة الطب العدلي في بغداد، عباس نعم، العراقية الإخبارية. حفاظا على منظومة الطرق، تقود أمانة بغداد حملة لمعالجة شبكات المجاري المتهالكة في بعض مناطق العاصمة وإصلاح التخسفات التي باتت ترهق المواطنين لما تسببه من زحامات مرورية. تهالك وقدم منظومة المجاري في العاصمة كان السبب الرئيس في تدهور واقع الطرق، ففي موسم الأمطار تزداد المسطحات المائية التي تؤدي إلى كثرة المطبات وما تسببه من زخم مروري في أغلب الأحيان. أمانة بغداد وضعت خطة لمعالجة التخسفات في مختلف القواطع البلدية، إضافة لإنشاء خطوط مجار جديدة تساعد الخطوط القديمة في حالة الطفح والفيضانات، وتقلل من مشكلات التخسفات التي لا تتوقف في أغلب شوارع المدينة. الشبكة كونكريتية قديمة عمرها الافتراضي منتهي، فتحدث عندنا تخسفات ما يعادل من 40 إلى 50 تخسف مختلفة الأقطار، ويتم معالجتها معالجة آنية. قامت دائرة بلدية مركز الرصافة بإصلاح عدد من التخسفات ما يقارب حوالي 45 تخسف مختلفة الأقطار والأشكال. إصلاح تخسفاتنا كان بحدود 26 تخسف، تخسفات خطوط رئيسية حاكمة من شأنها ساعدتنا في تحسين الواقع الخدمي في موسم الأمطار. الزعفرانية شبكاتها كلها جديدة، بس قاطع الكرادة لا، شبكاتها أغلبيتها هي شبكات قديمة. فاللي نشوفه حاليا هو ليس تخسف، هو هطول في التربة أو روطانات في الأرض. التجمعات احنا نسميها تجمعات مياه تعالج بعمالنا اللي هم عمال قسم مجاري أو عمال قسم النظافة، دفع المياه المتجمعة باتجاه مشبك الأمطار. بعد معالجة التخسفات، تكفل الدوائر البلدية بالتعاون مع دائرة المشاريع التابعة لأمانة بغداد بتنفيذ حملات إكساء للشوارع المتضررة والتي كانت تتعطل نتيجة غياب التخصيصات المطلوبة. أما اليوم فالجهات المسؤولة نجحت باستحصال مبالغ مالية لإنجاز مشاريع الإكساء في معظم شوارع العاصمة وخلال فترة وجيزة. قاطع دارتنا محلات السكنية اللي تحتاج إلى أكساء يعني نوعا ما قلت أعدادها بسبب الخطة 2020. لدينا محلات في حي العامل، في محلات الجهاد تعاني من تضرر. نعم، تم رفع هذا الموقف وسيتم دراسته من قبل أمانة بغداد وسيتم توفير التخصيص المالي المناسب لها. كثيرة هي الشوارع التي تفتقر منذ سنوات لأبسط الخدمات، أبرزها الإكساء والتشجير، فالتخصيصات المالية كانت ولا تزال العائق الأهم أمام إكمال هذه المشاريع التي وقع ضحيتها المواطن والأحياء السكنية. من بغداد، حسن الفواز، العراقي الإخبارية. وفد شبابي من محافظة الأنبار زار محافظة النجف الأشرف تثمينا لدور شهداء المحافظة في مقارعة الإرهاب والدفاع عن وحدة الوطن. بناء السلام بين المجتمعات يحتاج إلى تواصل واستماع لآراء الغير كي لا ترسم صورة نمطية عن الآخر، ولأن اللقاء يزيل عقبات كثيرة بين أبناء المحافظات. وفد من أهالي الأنبار يزور محافظة النجف الأشرف حاملين شعار الدم واحد لرسم لوحة عراقية خالية من التعصب. جينا اليوم من محافظة الأنبار محافظتنا إلى محافظتنا الثانية النجف الأشرف، نحمل رسائل شكر وتثمين ووفاء لكل أرواح الشهداء، والشهداء هم وحدونا، الشهداء هم لولاهم ما كنا لنقف هذه الوقفة،
فالرحمة والخلود لكل شهداء العراق والخزي والعار للدواعش والإرهابيين. نقول القلب واحد، العقيدة واحدة، الروح واحدة، الجسد واحد، هذا البلد كله واحد. زيارة مقابر الشهداء وإلقاء القصائد الشعرية التي تتغنى بحب العراق هي أبرز نشاطات الوفد الذي قدم حاملا رسالة إنسانية تدل على رد الجميل، واضعين بذلك شوكة بعين كل من يحاول زعزعة السلم المجتمعي. هاي النشاطات نعول عليها دائما احنا، وراح نبقى مستمرين بها كأصحاب رسائل من مثقفين، من أدباء، من كتاب. نبذ خطابات الكراهية والقضاء على التطرف بكل أشكاله، ناهيك عن محاربة كل المحاولات الرامية لبث سموم التفرقة بين أبناء المحافظات العراقية، هو مقصد القادمين إلى مدينة علي عليه السلام. مهما حاول الإرهاب ومهما حاول المتطرفون أن يشوهوا هذه الصورة، فنقول لهم فنقول أنهم خابوا وخسروا، وها هو العراق الآن يعود بثقافته الأصيلة، وها هم أبناء الفلوج الغيارة يأتون لمشاركة أبناء النجف ويواسوهم بدماء الشهداء ويوصون لهم رسالة الحب والشكر والعرفان. من النجف الأشرف أيمن الشريفي، العراقية الإخبارية.